ريفليكشن تعبر عن نفسك بالورقه والقلم deliver your message in a form of a lesson وخلي الميكروفون سلاحك تتفهم so rap to the world it's all the good Arabic rap to the world it's all the good Arabic rap to the world it's all the good Arabic rap to the world it's all the good Ladies and gentlemen, let's start the show. مرحبا بكم. Welcome to the Beit al Hip Hop pre-finale show. اليوم راح نشوف مواقف مرقت علينا من اول ما دخلنا البيت لليوم. We're going to show you the good times and the hard times. Hey, yo! What you doing? Put your camera on! I'm out of bullets! Let me get your hopper! Give me your hopper! مثل ما شفتوا خلصوا الشباب اغانيهم واليوم راح نشوف الاكسكلوسيف فوتج اوف ذا ميكينج اوف اند وورلد بريمير اوف ذير ميوزك فيديوز. يومك الساعه 7 الصبح الساعه 12 بالليل تقريبا مهدينا يعني مستغرب انه كل ايد وحده كان شكر للستاف كامل يعطيكم العافيه. ثانك يو. عاملين جيش بجد يعني رايحين نحارب مشكله. يا دوب بدانا اول شوت في الفيديو بصراحه شغل رائع ومتحمس جدا عشان نخلص الفيديو ده بسرعه ونعمل له الايديت. لما بدينا اجانا lots of audition uploads. ومن الأبلودز اخترنا 12 ومن 12 أخذنا 4 عبيت الهيب هوب Murder Eyes من سوريا روجي من السعودية يوسف من الجزائر و MC أمين من مصر Now let's check out the auditions يا عربي أصحابك في نزل وركوا على الظلم وين النخوة والكرامة مشروع سلم Is that a freestyle? لا طب فين الفريستايل وفين كلمة الحقيقة؟ انا بس اللي كنت ابغاه انك حبيبي انك بدل ما تحط الميكروفون يعني تمشي انا بس كنت ابغاك انك بس تجرب طب لو انا ما ادي لك موضوع ما ادي لك اي موضوع وقلنا لك بس نبغاك تو فري ستايل كان يو بس احنا حنعرف لو كان فري ستايل ولا كان ريتم يا قصي ما احترامي لك قول بصراحة هي اللعبة ما لا طريق ما لا مرتاحة نحن هون جايين لا حتى نعطي اللي عنا بس عطعتونا الشوط ما لا إلا لا تبعنا ما لا طريق ما لا أي واحد رفيق كله عب يلعب وبيرقض بس حتى يزيد كلام ما بيعرف شو وين بده يودي ولا وين بده يجيب لأنه الطريق طويل قلت لك هي ما هو اختصاصي أنا بكتب لحتى أحكي ما بعرف إنه والله أطالع الكلام وبقته جاني شعور والله غريب ترى وش الشعور الغريب شعور لا هي حبكي طب ادينا الشعور في الميكروفون بسرعه قبل ما تخلص اعطي موضوع ثاني الحب في حياتي يا قلبي ما انساك لاني عايش عشانك عايش لذكراكي احبك ما انسى اي لحظه بيننا لاني عشت حياتي وفي لاجلك احبك يا حياتي انا احبك دايم ما راح انساكي في يوم لانك الهوى لانك الماء لانك الحياه Alright. Do you want to give him another? Just tell him to rap. هذه وقتك. هذا وقتك. أي حاجة حاجة. هذه وقتك. إن كان
اني زعلتك في حياتي لا تزعلي مني لاني انا اللي احبك وحدي تعرفي اني قضيت عمري معاكي ما خنتك في يوم ولا عمري شفت غيرك احبك يا حياتي احبك لانك دايم في قلبي وحياتي وتجري تجري في دمي احبك انا يا قلبي احبك طول عمري ما انساك يوم ما انا عايش في الحياة احبك والله احبك والله احبك ما راح انساكي وحبك دايم ماشي على خطاكي احبك يا حياتي احبك يا حياتي That's it. خلاص يا جماعة لا تتعبوني زيادة. Okay. انت مجنون. الجنان. اي حاجة لها علاقة بانك crazy. Craziness. جنان. اي شيء. الدنيا فاسدة الدنيا ديما خاسرة الدنيا تغري وتنسي ماشي غير مرة واش ندير يا ربي على واش راه هاسرة غلطت شحال من مرة وعاودت الكارة يا يا راني نمشي نضيف ماشي صافي كيما الماء بعدت طريق المسقمة ونسيت كلام ما هذا خطي انا طريق نضمن بيه الحريق تكلم على المستقبل من غير ما استهبل ايوة هتطلع الارتجال في الحال من خلايا مخي خلوني بس انا دلوقتي اشغل الخلايا اصل براك دماغي عالية زي جبال الهيمالايا بغني قدام كصي وفريد وشادية عاوزين نخلي بيت الهيب هوب ولع مش هادية ايوة افهم بس انا مني كلامي بيطلع هنا دلوقتي لازم تعرف ان هو ده وقتي وجيت اكلم هنا انا عن حقيقتي افهم هي دي طريقتي في التعبير شوف مين هو الخطير ايوه امسي امين في الارتجال الكبير يا بتفهم شوف ده تحذير لازم تعرف انت ايه النظام لازم تشوف ازاي يطلع الكلام ممكن اكون بس حابة اوف بيت بس المهم ان الكلام مش عبيد ايوه افهم هو ده كلامي افهم كلامي بيطلع بلساني افهم انا مش انسان اناني انا جيت اقول لك حاجه على الاماني كنا بنتكلم على الفوز ولا الخساره عندنا اكله في مصر اسمها بصاره بس المهم ان انا بحب ساره ولا بحب محاسن ولا بحب زيزي مش مهم بكلم عربي مش انجليزي افهم يا ابني ايوه قشطه قشطه ايليو امسي امين تاني اختيار مردر هايس ثالث اختيار يوسف ورابع اختيار روجيه اهلا ومرحبا بكم في بيت الهيب هوب اخذنا الشباب على البام جوميرا في دبي وفاتوا على الفيلا بس مش اي فيلا اتس ذا بيت الهيب هوب اول انطباع جالي لما دخلت بيت الهيب هوب حسيت ان جات لي الفرصه ان انا اقدر اوري الناس ايه الحاجه اللي انا تعبان فيها بقالي سنين يعني حسيت انه من هالمكان راح يتغير كتير امور بحياتي صراحه البيت جدا جميل موقعه جدا رائع اجمل من ذلك هو جاي في 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 جزيره وهذه الجزيره ما هيش اي جزيره يعني احلى جزيره في العالم Let's take a look at some of the fun and exciting moments at Beit al-Hip Hop. Matthew! What are you doing? Put your camera on! Hey, put it on, man. Frederick قاعد عم بيلعب بال عم يشتغل على اللابتوب تبعه على الكمبيوتر بلحظة. Guess who pops in Skype? Corrupt. Corrupt young Gotti. Young Gotti. Corrupt DPGC. Express like expressions, monolimpic ministries. We on top of the monolimpus, mixing chemicals to procreate Western chemistries. Falseness a guarantee, the shock of the metal. Cause funny niggas love to sing. What's up, Corrupt? The house looking real nice. I see them plaques on the wall, nephew. Yeah, you know, that's the Chronic right here, man. Chronic 2001. That's the last thing we got to pray. Friend right there, you understand me? Over here, we got Doggy Style. You know what I'm talking about, man? Yeah, you know what I'm saying, man? It's nothing to but you know what? Practice, you know, practice makes perfect, man. Stay on your grind with your pen. You dig what I'm saying? Everybody rap. Yeah. Yeah. That what everybody do? Everybody yeah. rap. Yeah. And stay on your grind with your pen, man. Write every day. Anytime you inspire, write it down. You know, one of my best friends right now is my sidekick.